مايك. نحكي لكم عراف اني ما تر مش عراف، هو رفيق الطريق يحط النقط على الحاف، تقيل ومع دمتر لا نيميسون يا ساتر، ومع البرنس الكنز بجمال وفانات وميجا زيد زياد وزياداته والطالون تاع سندريلا، والبادر بدو يبنقشات ويقولوا شادد جول الشلة، الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت، وصغيد يركح ويشوت راف ماك عليو في الصوت علي الراف ماك يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة، في المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك علي الراف ماك. طبعا حل أنوار تحية كبيرة لكم وين ما كنتم، مرحبا بكل واحد اختار باش يرافقنا في حلقة جديدة ورحلة أخرى راف ماك. الأربعاء 25 نوفمبر 2020، نهاركم زين الناس الكل، طريق السلامة للجميع. حلقة جديدة نحكيو فيها على الجديد في تونس والعالم، تسجيل 1452 إصابة جديدة بفيروس الكورونا هذا بتاريخ 23 نوفمبر 2020، وهكا يصير إجمالي الإصابات 90213 إصابة مؤكدة. بأمر رئاسي إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر من تاريخ 26 نوفمبر إلى غاية 25 ديسمبر القادم. رشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يدعو إلى عقد حوار وطني شامل بهدف التوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية. نحكي على المرأة، وزارة المرأة تكشف تصاعد أرقام في علاقة بقضايا العنف ضد المرأة، تقريبا 14 ألف إشعار يتعلق بالعنف ضد المرأة في الأسابيع الأخيرة. ونحكي كرة بعد قرار الفيفا، أحمد أحمد يتوجه رسميا إلى التاس لنقض القرار. نلعب كل عادة على كارت كاربيرو قيمتها 200 دينار من إهداء شلة في باور. موعدنا 8 غير ربع، كلمونا على 31 380 1 31 380 3 أصفار، رقمي نجم يخليك تربح معنا بعد شوية كارت كاربيرو قيمتها 200 دينار. نحييكم مما كنتوا، تحية للجميع، نستنى تفاعلاتكم على الباش فيسبوك راديو إي إف إم. يرجع لنا بعد غياب، نرحبوا بين هايرين مرتاح، يرجع اليوم تسمعوه اليوم في الراف ماك، تسمعوه وتفرجوا فيه العشية في هذه إخرتها بتصفيقة كبيرة. مراد صغيدي صباح النور. صباح الخير، مرحبا مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في هالنهاير البارد. اليوم اتفقنا على تقريبا 10 و 11 درجة على الصباح، نسيتش كهو، دخلنا في فصل الشتاء. أنا نسمعوا بتحركات ليلية بالرغم من حظر التجول، بالرغم من الحظر الصحي، وهذه كلها تدل أنه فمانية في تونس لمشروع معين ما نعرفوا شنو، ونرجعوا نحكيوا عليها وتحركة جلمة وتحركة رديف، ونرجعوا نحكيوا عليه بالتفصيل. تحية لك سي مراد، خليت علينا بقعة عودة عايشكم الله وهو كذلك. نحكيوا بعد شوية في آخرتها وش عندكم اليوم في البرمجة على قناة التاسعة مع الزميل المقدم والمناشد برهان. هذه آخرتها حتى نجم الحوار التونسي لو جران زياد المكي. بونجور يا رفايق، أهلا بيك، رحب بيك ورحب بالناس الكل. يا أخوي عندي ليك زوز أخبار سارة. بارح نحن صورنا جوديتو، جبنا اللي عطانا نصايح على الهرجمة. قال لي حيدي رفيق وبش نجيه للنصر نجيب له صحيفة بالهرقمة، خاطر قلت فيه كلام به، وقال برهان مانيش بش نطيب. وبشرة ثانية بارح كلموني جماعة من أمستردام ديما يسمعونا، مش يجيبولي من لا لا ما يجيبولكش، قالوا لك إجا غادي شيخ أمور ما نجموش نعدي. تحية لهم، أمستردام معروفة بالمتاحف. والله يا رفيق إن شاء الله إيه فهم تعمل لنا رحلة لأمستردام إن شاء الله، منطقية لا يمت ذي ما تبتعش الرحلة معنا. تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا في كامل بقاع العالم. يقود الفريق كالعادة مهما تعددت الأسماء الموجودة في هذا البلاتو نقرون البرنس مرسل برسيتا. صباح الخير راف، صباح الخير الناس كل، صباح الخير اللي يسمعوا فينا، اللي قاصدين ربي للخدمة. والله المقدمة هذه تكفيني تخليني نعيش، ممكن أنا كنت نحب 10 سنين أخرين، أما بالمقدمات اللي تعمل لي فيهم كل يوم هذول اللي ماشي للأربعين أخرين. ربي يبقي صدر. والله يا راف أنا بيدي عندي زوز أخبار سارة اللي كنتي. أولا نتسلم عليك سارة. قل لي شكون عاد أنت؟ شكون سارة؟ بنت الدكتور الأسعد. تحية لها. وتسلم عليك آية. خلي شكون هاي؟ ما بنت بنتك ولا بنت بنتي، الرب عليك وعليك. هذوما يسلموا عليك الكل ويسلموا على كل ما قاعد يسمع فينا ويقولوا لهم يضموا صوتهم لصوتي، ربي بقى على تونس وعلينا الكل
الستر الى يوم السبت. امين يا ربي، ربي بقى علينا الستر، الناس الكل، نجم التاسعه، نجم الاعلام الرياضي. برشا البارح قابلوني وحكاوا لي، قالوا لي بالحق نراو الناصر كي ترى بدنه كل عندك الحق في اختيار لقب دينو تزوف الاعلام. دونك دينو تزوف الاعلام ناصر البدوي، صباح النور. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. الله يمحلاهم العبادي، يلزمهم يتفاعلوا. الحمد لله يا ربي، تلقيب كيما هكا. انا واحد من الناس كيفاش سميوني العباد؟ تلقيب، تلقيب كيما لقبوني تلقيح الكورونا. كيما لقبوني العباد، نحب نحييهم. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. نجمة الحوار التونسي، جينا بحاجه تشبه النمري اليوم. النمره اللبوه صغيره. والله نمره، نمره وي عسوله. صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. صباح الخير مراد، صافا لاباس؟ خاطر تخلي ساكت، قعدت ساكت. هو قام من النوم ما خدروش، تحس مازال كي تعمل فرش. جوست انا نرحب بصفه خاصه بمراد، ونحب نساله سؤال. يعني ندرى هو ناوي يعمل هكا كل جمعه؟ خاطر انا بالنسبه للتعويض راني عوضت الجمعه هذه. لا خاطر فيه ثلاث ارباع ايام دهماني ما تنجمش ولا معاك. شوف القرار عند رفيق. هو كل واحد يعطيني 50 هو يقرر كل شيء. لا لا عطيت قطرات وحدات. لا خاطر انا فهمت اللي وقت اللي مراد يسجل لازم يرتاح نهار قبل ونهار بعد. لا ما قلت ما خاطرش عنده ريونيون قبل وريونيون بعد. هذا الكل ما يتواصلش. تو نحكي في التفاصيل هذه زياد. لا على اللبسه اللي لبستها سونيا راهي شبيه تغزل. لا لا انت ثبت في الكيس نتاع التاسعه فيه وجه الناس البدوي تخيل لطفي العميري قاعد لابس باللكحل ولا من هنا. لا على الفيست نتاع سونيا راهي ماهيش موجوده متوفره. غاليه برشا 10000 دولار. 10000 دولار هذه نمر من الهند. نمري ومرصع بالديامونت من التالي. ما ريتش الديامونت انا. شنو مكتوب من التالي؟ بالديامونت نمر هكا خارج بالديامونت. غزلوا يا فقراء مكتوبه بالانجليزي. تستفز في العباد. ربي يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع. تسكن في المنزويت وتخدم هنا. مرحبا بالشعب التونسي اذا كان يحب يتواصل معنا. نجمة الفن اوبرا العرب سندريلا، صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. دفي ورواحكم، كانكم في الدار ارقدوا كما يقول لكم زياد، ارقدوا اركشوا في الدار ما تخرجوش، وكانكم زاد تخادموا البسوا بالقديلف وعلى رواحكم. ما احلى الطقس، انا عجبني، ان شاء الله يقعد هكا بارد. امين يا رب. وان شاء الله ربي العام هذا يوفى على خير، ونبداو عام جديد مبروك. وان شاء الله اللي ما عملناهش عام 2020 اللي حسنا روحنا ما عشناش فيه. هو تقريبا مازال 40 يوم على 2020 ويوفى. ان شاء الله 21 عدى خفيف، ما حسينا ما شاء الله. ما شاء الله معناها خفيف ونظيف، ربي يكملوا على خير. امين يا ربي. نمشي بحدا صديقتنا الفا لكم انتم الفقره هذه، الناس اللي فكرة هبه ديجا في الكياس. طريق السلامه للجميع، اخر الاخبار في الانفو ترافيك. اي اف ام انفو ترافيك. مرحبا بكم. الحركه رزينه شويه على دخله تونس الجنوبيه من لوتوغوت من حي النور حتى الكباريه. يبدا زاد التعطيل اللي جايين على سي 36 من المارشي دو غرو وعلى جي بي 7 نيفو قنطرة قصر سعيد في اتجاه باردو. كيف كيف يبدا الضغط على الغوتيكس نيفو الكامبوس في اتجاه المطار. على شارع 9 افريل نيفو لوبيتال دونفون في اتجاه رونبوان باب سعدون. وعلى شارع اولاد حفوز من رونبوان في اتجاه باب العسل. وعلى جي بي 8 زاد تبدا الحركه ترزون نيفو حي النزهه في اتجاه الشرقيه. سينو سيركولاسيون خفيفه في باقي الجهات الولايات، ما فماش تعطيل. نذكروا نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فو ترافيك. كان عندكم اي اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسوا رواحكم وطريق السلامه الناس الكل. طريق السلامة للجميع، نهاركم زين الناس الكل. نعود بعد الفاصل رقمك مكملة للتسعة ونص تاع الصباح، ما تبعدوش. اشكر انقد وقول اطلب ريبوندور اي اف ام على 71 194 194 وانزل على 1. اعطي رايك في برامج اي اف ام وقول معقول ولا مش معقول في سيرفيس ابخي فونت على اي اف ام احلى راديو. يس لقيتها، كريستالين تهدي لكم في جميع نقاط البيع وفي كل ستيكة إيتر ونص إدى بوزة سيتزا بليش. كريستالين أحسن ما تختار. هذا العرض صالح في حدود الكميات المتوفرة.
التوا كي بيلي باش نكمل فيسا يا اخي غادي نحكيوا على البروغرامز والقرايه اونلاين وليت الحاجه جزاف في الفاك بتاعنا تقراو اونلاين في لا بي بي اس اي ولينا نقراو اونلاين نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي انت زيدت نجم تكمل ماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاه ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت تي اما انا ما قريتش بزنس وذ نيو ماستر اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن ما يقلقش نو الباك جراوند تاعك يو كان ابلاي انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت apbs.tunisia.tn وإلا على الفيسبوك بيج Avicen Private Business School. أوكي تنت عدله. من غير ما تمشي للفاك أدخل عملها توا أونلاين. من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماج مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو. بدايتنا كالعادة باللي صار في حلقة البارح لما منفور انتهى الحلقة اختارتهم السندريلا نسمعوا توت سويت زابينغا. EFM زابينغا. بونجور كله إلا راس لطفي عبد الناظر رد بالك تحلف به يا الناصر. صحيح راهو البرنامج وقت اللي يكون فيه برشا مستشارين معناتها راهو برنامج ناجح والحمد لله وهذاك علاش اليوم المستشارين يجيو للتاسعة والحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يزيد يبارك إن شاء الله الشهري يتبع لا لا بس الشهري الحمد لله فعليين نخلصوا في الوقت ومرة واضحة 100% الفلوس تطبخ مع الوقت أصبع أحلف ورس سي لطفي عبد الناظر ورصيد في تو يسبوا تحبوا على الكواليس تلقاوهم كان عند سونيا الدهماني رجعنا لكم في الراف مانك ربي براش الرحلة حتى للتسعة يا بورير احكي المشهد بعد شوي لا لا احكي توا براس سميت رفيق شو المشهد برك عليا بالبوني لا لا يا اخي نحكي كذا التقييم حتى في البوز رفيق مصر على التقييم ديما نقيموا البرنامج ديما نقيموا شنو الاغلاط ديما كذا ديما واحد هذاك وحصل لعملية تقييم صورتها سونيا ولي حاجة بحاجة كل الصور الحصرية حد سونيا الدهماني في تليفونها يلمكم تراورة يقبل كاسك برك عليه بالبون يا خلي يتكلم ان شاء الله الهيكات ياخذ لنا حق ما تخوش عليه يا حشحوج يفدلك عليك هكا هو من غير ما تتغشش الحاج بن سعيد شبيه قل له راهو الحاج الهادي شانوفي قال ما نعرفكش قال ما نعرفكش خليك الحاج انت سامحني انت تعرف الهادي شانوفي يا محمد معناها تكون من بعثكم انا ولد مبلغ كويس باب دونك تعرف وسالته قال ما نعرفش البرنس ايه عاد ملاي عاد والله اللي عندي فيها دخل المعلومه هذيا حرام عليك يا محمد والله حرام عليك باش يروح يغلي يا محمد ربي يقول له نفدلك معاك عليك تحبوا على العلم راهو البدوي تستشيروه في كل شيء عنده ما يجاوب انت كنت مع اتفاقية كام ديفيد ذات يوم ولا؟ اي مالا الاتفاقية معناتها كانت مهمة برشا اللي خليتهم يتعاركوا هكا ولا علاش كنت معاها ناصر؟ لا مانيش معاها علاش ضدها؟ اخي ضد على خاطر شنو علاش ضدها بالحق ناصر؟ والله ما عنديش فكرة معروفة ناصر اباي شبي تقلب الوليد؟ يا الراف بعد شوية على برهين وإحنا مجلس النواب مش ليه هو متعب بن علي أما أنتم ما عملتوا 10 سنين بعد مشينا إحنا أنا قلت مش ليه هكا يا رفيق الله بيك رفيق أنا قلنا مش ليه شا عملتوا بعد مشينا أنا خلينا هيركم البلاد شا عملتوا إحنا ليهين في اللوائح ليهين شكون يشكب على الآخر شكون يعمل عركة للآخر يا من عاش تويكا يا من عاش قوانين بن علي تو يجي نهار بتاتر ميكو ولاد أولادنا نجموا ينقحوهم سمعتني شو قلت برهين شا عملتوا بعد مشينا إحنا كما شي الثورة لك تخدم في سونتر دافيل قعدت ربي أكا هو زابينك حلقة البارح وفيس تنوني غدوة في زابينك حلقة اليوم يفهم زابينغ زياد البرجي ترتيح معه بالموسيقى نرجع لكم بعد شوية نحكي عن أخبار في تونس في 24 ساعة الأخيرة طريق السلامة للجميع اقعدوا معنا بعد شوية موعدكم مع الكونسي هذا زياد البرجي وهذه شو حلو البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش
ما دي ساعة ونص انت الصحافي والكلمة ليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا اخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس. 7:25 نخلطوا معها زياد البرجي لتوقيت الكونسي. يلا تطفيت الكونسي رف ماج لو كونسي. يلا نبداو برئيس مجلس نواب الشعب اللي البارح في تصريح لي على القناة الوطنية دعا الناس الكل البارح إلى عقد حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية. رف ماجر الأعداد لهذه الدعوة، الأمر يقتضي هذا وإلا كلام معناه سمعناه وسئمناه 10 سنوات من الحوار، والناس الكل تقعد على نفس الطاولة ونخرج بحوارات ونخرج بقرارات لا يطبق منها شيئا في نفس الإطار وفي علاقة بالوضعية. خليفة الشيباني البارح كان صرح على قناة الحوار التونسي وقال راو تونس ماشية نحو ثورة جديدة، ستكون ثورة الجيع وستكون بالدم. في نفس الإطار دونك جاء الكلام تاع خليفة الشيباني، هل اليوم الوضعية تستحق ما قاله راشد الغنوشي يلزمنا حوار وطني شامل؟ مراد 3 راشد الغنوشي يعني لا الوضعية بالطبيعة تستحق أنه يصير حوار وطني، ولكن النداء إذا صح التعبير تاع راشد الغنوشي ما عنده حتى علاقة بخطورة الأوضاع، ما عنده حتى علاقة بالتسيب الحاصل في المناطق، بالهيجان، بالاحتقانات، عنده علاقة بأجندة سياسية، لأنه حسوا أنه الضمان قاعد يهرب اليوم على رئيس مجلس النواب. فما اقتراح واضح من الاتحاد احكي عليه نور الدين تبوبي قاعد يطبخ اليوم في الكواليس حول حوار وطني، أكثر من تفاعل معه هو التيار، فبالتالي راشد الغنوشي يحب يظهر كمام كالسيد كالوجه السياسي القادر على توجيه الأمور. ولكن الحوار الوطني هذا مش المهم شكون باش يدعاله، المهم وين باش يوصل مع شكون 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 هو معنا. ما زلنا سامحني باش نعملوا حوار وطني في اتحاد الفلاحين واتحاد المرأة واتحاد الرجل واتحاد الطفولة والكشافة، هذوما كل يزوم يتوافقوا على القرارات. ما اتحاد المرأة واتحاد الفلاحين يكلموك يطبخ قرارات خاطر حطيتهم على الكشافة وهم يعتبروا ريحهم أهم الكشافة. هو الحاجة كل يزم يقعد على الطاولة. كان فما ملاحظة مهمة من عضو اتحاد من الـ UTK
قال يا جماعة براو أقرأوا المخرجات نتاع الحوار الوطني نتاع 2016 إن 4 سنين راهو المقترحات للإصلاح اللي حاجتها بهم تونس موجودة الكل، ما حاجتكمش تعملوا حوار وطني واحد آخر، فما موضوع مهم بركة زيد وقد يحتاج وقت الحوار الوطني يلم ناس الكل هو إصلاح النظام السياسي. إذا كان رئيس الجمهورية يحب يلم ناس كل حول إصلاح نظام سياسي وقتها وي الحوار الوطني ينجم يكون عنده منفعة للعباد. سوني أجيك بعد شوية زياد قبلك طلب الكلمة. يا رب والديك رفايش أسمعني رفايش والله عجبتني هذا حقها تقعد سبوت يا رب والله حقها تقعد. لم تقبل لم تقبل على أساس يصير بشكل حاجة أهم منك أنت يا رب والديك يا رفايش والله الزبط يا رب ضاعت الفكرة يا رب والله ضاعت يا رب أنا شقول يا رب قول ما جابش منكم ربي باش تعملوا حوار في المجلس التأسيسي خلي تو باش تعملوا حوار زيد الدولة باش تخسر الفلوس في البتيفور والجازوز ايش نعمل حوار ناس يا ودي معنا ما نعملوا يا رب إن شاء الله الجيش معناته يكون منه العقل ويدخل هو ويفض الأمور هو مش انقلاب يا رب مش باش يجيب منهم ربي والله باش تخسر فلوس الدولة يعني قلت لك الجيش ترى في ظل الكلام اللي قلناه الكل والأزمة الخانقة اللي تعيشها الدولة اللي قلقك والبتيفور أنت ليه مصروف زيد مصروف زيد نرجع الفن نرجع الفن أنا ذيك ما علقت حتى شيء خليته يبقبق وحده السبان الكل لينا المرة هذه خاطر أنا أعطيته الكلمة يلا يا سنيا نسمع فيك أنت قلت رفيق شكون اللي باش يتلموا ونقول حول ماذا باش يتلموا حول ماذا باش يتلموا موضوع شنو اللي باش يتفقوا عليه شنو اللي باش يتحاوروا حوله اليوم الأكيد والمتأكد اللي التوانسة ما عادش يمنوا بمثل هذه المبادرات أعمل حوار أعمل وثيقة كارتاج وثيقة كارتاج 2 تحاوروا تلموا سياسيين على مجتمع مدني نعرفوا اللي كلها ستبقى حبر على ورق لأن الإرادة السياسية ليست موجودة ما فما حتى حد راشد الغنوشي وغيره الكلهم ما عندهم حتى إرادة حقيقية سياسية في التحاور حول المواضيع الكبرى والوضعية الكارثية اللي جبد عليها خليفة الشيباني البارح واللي احنا ماشيين لها اليوم ماشيين قاعدين نشوفه قاعدة تطبخ قاعدة تسخن قاعدة بشوية بشوية اليوم باللي صار وقلناه وعودناه اللي صار في الكامور راهو سي كوم اون تريني دو بودغ شعلت الفتيلة وقاعدين نشوفوا فيها تجري 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 ان شاء الله برك ما تفرقعش في وجوهنا ناصر اللي صار في الكامور تريني دو بودغ اللي صار في الكامور تريني دو بودغ ولا اي بيان سور عليه على خاطر هو الفتي هو اللي بيان سور بدا الديكليك نتاع انه شعل الدنيا الكل منع تصريح على الناس اي والله ما وش فاهم ربي يا رفيق البرشا ولايات سماهم بربي يا رفيق شنو لك الفرق بين الكلام اللي قالته سونيا وين انا قلت زايد وباش نصر والنصر يا بنتي مش هي اعطاتك 3 كلمات بالعربيه انت ما فهمتهمش قلت برافو برافو ما نعرفش دراش قالت بالعربيه وقلت اما نفس الكلام انا قلت باش نخسروا علاقه باش نخسروا فلوس كذا باش نجيب منهم ربي في تعقيب جدي ما نتصورش اليوم فما سياسي ما هو شويه انه ثقافي نجم يتيح على الناس الكل. لا فما 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 اللي اليوم مازال مو شويه انه ثقافي نجم يتيح على الناس الكل. بالفرصه يا رفيق. يقول باش يتيح على رؤوسهم الكل الا على راسي انا. الا انا. هو وحزبه باش يجيو على جنبك. باش يتيح على رؤوس الاخرين. اخبار الطرقات مع صديق امن الاخبار عفوا اي اف ام اكسبريس مع صديقتنا سلمى هلال ربي يفضلك يلا اي اف ام اكسبريس. اي اف ام اكسبريس. صباح النور عودة الهدوء لمدينة جلمة في سيدي بوزيد بعد الاحتجاجات والمواجهات اللي صارت البارح مع الأمن إضراب عام اليوم في باجة للمطالبة بالتنمية والتشغيل وحركة سيارة رينوات بين تونس وباجة وجندوبة وغارديما باش تتوقف في الزوز اتجاهات مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصان على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية للنظر في فحوى التسريبات بينه وبين بشير العكرمي راشد الغنوشي يدعو العقد حوار وطني شامل بخصوص القضايا الكبرى للبلاد منها الاقتصادية والسياسية وزارة الصحة تسجل 73 وفاة و 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 23 نوفمبر والرئيس الفرنسي يقول إنه لقاح ضد فيروس كورونا مش باش يكون إجباري موعدنا يتجدد في أخبار 8 ما زلتم مكملين مع الراف مال الناس اللي تسمع فيا توا عندي ليكم اوفر حلوه برشا من عند كرياسيون فواياج اوفر بلاك فرايداي يسالوني كيفاش يا سيدي كرياسيون فواياج تعطيكم اليوم فرصه باش تسافروا لاسطنبول لمده 5 ايام بقيمه 999 دينار اكاهو تقص الايامات هذوما كل يوم لازمك تكون من 10 الاولانيين باش نجم تسافر من توا حتى لصيف عام الجاي والعرض فيه تذكره الطياره ترانسفير ايروبور للوتيل الي روتور
شهور إقامة في نزل فيت 4 نجوم في قلب إسطنبول رمادة أولد سيتي، وهذا الكل كما قلت ب 999 دينار أكاهو. بشرة سارة للناس اللي باش تعدي 5 أيام باش يكون بروتوكول سانيتير عادي جدا. تنجموا تكلموا دونك على 22 على 22 899 899، وإلا تمشيوا لكرياسيون فواياج في ألان سافاري. نعاود نعطي الرقم 22 899 899، وإلا تمشيوا سور بلاس كرياسيون فواياج في ألان سافاري. نعاود نذكر 5 أيام في إسطنبول ب 999 دينار أكاهو. ميرسي كرياسيون فواياج. أنا فرحانة كنت ركبت في الطيارة باش نروح بولدي مش باش نقعد غادير. رصت لي غاديك بيت تحت قنطة مع الخمسة ونص على شيء يجيني أبيل أنكوني. ألو ألو يا رمزي يا رمزي، فما حس وعياط فما نفس يدخل ويخرج أكعب ما تكلم حتى كلمة. أنا في إيطاليا هم عملوا لي تليفون قالوا لي راجلي مات مات حمص على ولده. تعرضت لتحايل بركاش سرقة ولا عشت تجربة سجنية وتحب تحكي حكايتك؟ كلمنا على 58 550 720. شاركنا تجربتك في نهجة تريبيونال الانترفيو السبت والأحد من مالي ساعتين المطلسة مع جيهان بن عبدالله على إيافام أحلى راديو. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. راف ماج مع رفيق بوشناق على إيافام أحلى غاديو. السبعة واربعة وثلاثين دقيقة موصين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. موصين معكم في الكونسي يحكينا على رئيس مجلس نواب الشعب اللي دعا إلى حوار وطني شامل لتحديد الأولويات وللتوافق حول الحلول الاقتصادية والاجتماعية وغيره. نحكي على أخبار ثانوية فما في الكواليس اليوم رفيق بداية تفكير جدي من عدة أطراف في تعويض في حل ثاني للسيد هشام المشيشي. تعويض مش تعويض قد تكون في شكل حكومة إنقاذ، ولكن بدا الحديث هذا يدور ويكون هذا باش ما نكملوش خاطر 2020 أربع حكومات شوية علينا معناها شاد والفخيخ ومشيش نكملوا حكومة رابعة، ولكن أداء الحكومة هذه وشخصية رئيس الحكومة تطرح إشكال اليوم بالنسبة للأطراف. باش نمشيو للأخبار الثاني في علاقة بالقضاة. ماناش باش نحكيو على العركة الكبيرة ما بين القضاة اللي نسمعوا عليها قاعدين في 24 ساعة و 48 ساعة الأخيرة، رفع الحصان على الطيب راشد. مش هذا باش نحكيو فيه، باش نحكيو على حاجة تهم المواطن التونسي. ناخذ رايكم، القضاة يقترحون اليوم تابع جبائي قيمته 10 دنانير يدفعوا المواطن التونسي لفائدتهم. القضاة قاعدين يشكيو من قلة الإمكانيات وغيره والشهاري واللي كونديسيون تاع الخدمة وكذا، يا أخي لقاو الحل 10,000 تمبري يذبحها المواطن ويمشيوا لفائدة القضاة. بعد بيان سور فكرة صديقنا مقداد 5,000 في الفيزيتا لكل فنان، 10,000 تمبري لكل قاضي. المواطن هو القصير وكاو في هذا البلد. رف ماجور العادتي ما وقت اللي حبيت تسمع فينا عصبيح. نبدأ بالبرنساي بعد جيك سندريلا. عشر علاش عشر علاش كل واحد طول اللي يدبر في راسه في غياب الحكومة. كل واحد يدبر في راسه. مقداد 5,000 كي تجيب تعدي الفزيتة، القضاة 10 دينارات. البارح زاد انا اكتشفت حاجة أخرى، عندي بنتي صغيرة خدوجة ربي ينجحها باش تعدي السيزيام، كل اللي باش تعداو لي غروند زيكول ولا كل تدفع 15 دينار. هذوما ال 15 دينار راهو ماشي إن شاء الله يا ربي أنا بركة ماشي في الاتجاه الصحيح. 15 دينار ربما باش نبني بهم مدارس. القضاة 10,000 فرانك، ما تنساش القضاة راهم يطالبوا بالسبيطار. شو اسمه نتاعنا الفنان الكبير 5 دينارات ربما باش يعاونوا كل مرة تحب. أنا مع الفكرة. اليوم الحل الوحيد هو المواطن في البلاد اللي يقف يشوف كيفاش يحلب المواطن. معناها حكومة تعجز تزيدك 1% على درجة شنو وصرفص 5% على كذا وتزيد في التاكساسيون وتزيد في اللمبو وتزيد في كذا، لين فريمون ولينا من أكثر البلدان في العالم اللي من أكثر مش الأكثر اللي يخلص تقريبا هذاك باش تقسم مع الحاكم. اليوم نزيدوا على هذا كل قطاع يحب على حاجة يقترح المواطن.
هل صار الحل الانجع للمواطنه سونيا؟ سونيا شنو اللي قلت انت بالضبط؟ قلت انا راني باش نقولها ولا يسمحوني العباد يسمعوا فينا. المواطن هو البهيم القصير هكا هو الونزي. ما عندكش دوله قالت لك انا فالسه وما عنديش، نمشيو للمواطن. انا اللي تعجبت منه في الحكايه كيفاش باش تصير العمليه، كيفاش باش تدخلهم هالعشرة دينارات هذوما. المحامين مثلا عندهم صندوق خاص بهم للتغطية الاجتماعية وللتقاعد متاعهم، مستقلين تماما عن الدولة، يحطوا في كل مطلب يتقدم للمحكمة يحطوا تمري ابتدائي واستئناف وتعقيب وذون على عرائض وامر بالتبع، باش اكل فلوس هذوكم نلقاوهم وقت اللي نمرضوا محامين والا وقت اللي نتقاعدوا. اليوم انت تجي تقول لي المواطن مش يعطي 10,000 للقاضي، شنو هي الطريقه؟ يا ندرا انا محامي باش نستخلص ضرائب اللي فايت القضاة نزيد تمبرياخ، معناها وقت اللي نطلب الاطعام نقولوا اي زيد ال 10,000 نتاع القضاة. لا سامحني، المحامين ما همش دورهم باش يستخلصوا الضرائب، همنا مكفينا. تبقى باش تعممها على التوانسة الكل، باش تخص بها الناس اللي يتوجهوا للقضاء. فما مقترح اخر انهم القضاة يعملوا صندوق خاص بهم هما اللي يساهموا فيه، العشرة آلاف يحطوها في الصندوق نتاعهم باش يلقاوها وقت المرض نتاعهم، وباش يلقاهم لو قال قول هما التقاعد نتاعهم على الدولة. اما يقتطعوا من شهريهم 10 دينارات باش وقت اللي لا قدر الله يمرض القاضي يلقى صندوق خاص به. نحب نوضح حاجة، فرق كبير بين المحامين والقضاة. المحامين مهنة حرة، المحامي اللي ما يخدمش ما يخلصش. القاضي موظف دولة، هذه ماهوش موظف القاضي. لا رد بالك، كيفاش مش موظف؟ ماهوش ما عندوش ان ستاتيو دو فونكسيونير القاضي. تخلصوا الدولة، تخلصوا الدولة ما عندوش ان ستاتيو دو فونكسيونير. معناها عنده الحق في جراية من عند الدولة، عنده تقاعد، عنده شهرين فاكونس، عنده عطلة قضائية. ما ننساوش اليوم مع نتضامنوا مع القضاة اللي ظروف الخدمة نتاعهم هذي متفقين عليه، نتضامنوا. أنا نمشي معاك حتى أبعد من هاك، يا خو زيد في الشهر القضاة. علاش ليه؟ الدولة اللي تخلقني هالتوجه اللي ولا الأسهل المواطن، امشي للمواطن هو هذيك اللي قلع اللي ولا ريفليكس عند القطاعات مش حتى عند الدولة. معناها اللي خمم عنده مشكلة سيدي شكون؟ أي ندز الحكومة باش تاخذ من عند المواطن. هاو نعطيهم حل، القضاة احكم لنا على الكناطرية، عاون الدولة والدولة تعاونك وعاونوا بعضكم اخي مع مصالح الجبال. جيب لنا دقيقة نكمل فكرتي، انت فكيت فكرتي، شفت مع بعضنا ولينا. جيب لنا الفلوس خاطر قرب لبعضنا، جيب لنا الفلوس الالاف المليارات الموجودة اللي راقدة اليوم في الدبوات، ومن بعد سيدي اقسم على زيد وكانه يتهم القضاء بالتواطؤ مع الكناترية ويقول انتم تواطؤوا معاهم. اليوم اخدموا خدمتكم، لحظة اخدموا خدمتكم باش تجيبوا الفلوس، ما كومش باش تقعدوا في الثانية وفي الشعب يعطيكم 10,000. وهذا علاش القضاء حزين اليوم يا راف، من اشكال الكرونيكيورات هذي اللي ديما يتهموا فيهم، وللاسف القضاة يخدموا في ظروف صعيبة وكذا. وينك انت وقت في عصر يوسف الشاد وكنت الكونسي نتاعو؟ شبيك ما كلمتش يوسف وعملتوا حملات على الكناترية وشاهد عندنا في حملاتكم كناطريه بجنبكم، ومن بعد يوسف حطهم في الحرب. فما كناطريه خرجوا بالذمه للحرب. الحمد لله يلا. مانيش باش نضيف برشا حاجه. باهي نمر الريال. مانيش نضيف برشا حاجه. شو سلاسه في الكلام. ما شاء الله اوبرا الاعلام هذه. خلنا نحكي لهدي. انا تعجبني خاطر واحد قال ما عندي ما نزيد، ليزاكس الكل تم تناولهم. فريمون تاع واحد فيها ما عندوش ما يزيدش. تحب تزيدوني 4 مرات في نفس الموضوع؟ تفضل. شبي ولدي؟ لا شبي بنتي؟ شبي بنتي؟ اعصابك 4 مرات باش تعاود تشري عركه. اعصابك نرجع للبهيم القصير، راهو اخر واخر ظهر البهيم وفاق على خاطر. نذكروا فقط اللي ثورات تقوم وثوره علي بن هذام قامت على التاكس، على لي زامبو، على الضرائب. اثقل كاهل الشعب يبرك 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 حتى لين الكلام اللي قلناه قبيليكا باش يسيل الدم. انا كما قلت اللي مقلقني انه القطاعات ولات تتوجه، تو الدوله عاجزه تمشي، تو ولات القطاعات دز في الدولة باش تمشي للمواطن، والمواطن ما ينجم يعمل شيء. هذا اسمه الكوربوراتيزم القطاعي. نمشيو للخبر الموالي، نحكيو على تدوينة. هو للأمانة منطقي نلقاوها في البوكس نيوز، ولكن تلمو استفزتني نحب نحكي عليها. تدوينة كان تنشرت البارح عند الناس كل تقريبا، نحكي عليها الإعلامي سمير الوافي، مواطن تونسي يحكي على مشكلته في تونس، يحكي على الخبز أونوا. قال نشري فيه كنت 7,900، كان كاليتي عالمية، اليوم صارت ريبتور دو ستوك، قعدت جمعات ما نشريش فيه. مشكلته اليوم أنه بعد 3 أسابيع من اللي تقص رجع الخبز هذايا ب 12 دينار
قال مش عادي الشيء اللي صاير في البلاد هذيا دوماج موا جو ناشيتري بلو. هالمواطن هذا تحب نعطيه عدد من حقه يحكي على اللوكس نتاعو مشاكله خبز بالزوز كان ب 7900 غلا ب 12 دينار. اللي مقلقه مش انه غلا، اللي قلقوا انه ماهيش نفس الكاليتي. قال كنت نشريه كان الكاليتي هي بيد. هذا المواطن يعيش في تونس نجم نعطيكم الادريس نتاعو لانه طلعوا الكونت نتاعو فيسبوك، ولكن راف ماجور الاعداد والله مش يطر حتى تفادلي. شوف كل واحد مشكلته كل واحد مشكلته فادلي كل واحد المشاكل اللي عايش فيها. اثنين سندريلا يلا عطيتو اثنين ما عطيتوش صفر على خاطري نجم تكون هذه اقسم اكبر مشاكله، ولا هو معناها يعيش في اللوكس لدرجه انه ما ينجمش يعدي نهار وما غير ما ياكل الخبز اونوا كما قال هو. لكن السيد هذا أبغامون ماهوش عايش في تونس، أبغامون ماهوش قاعد يشوف الناس كيفاش تعيش في المشاكل الكبيرة اللي ما عندوش غاز. معناه فما ناس قاعدة اليوم مش لاقية حتى باش تطيب مطبقة، مش باش يشري خبز، ما عندهمش غاز، ما عندهمش ماء، فما اللي ما عندهمش باش يخدموا كيما الشوفرة متاع التاكسي ليسانس. معناه عايش في كيفاش في برجو العاجي أونديغي البرة مش في تونس. صحة ليه من حقه ناس المواطن يشتكي من حاجات هذوما في البلاد هذي، ولا شيء يزيد يبروفوكي الناس؟ معناها والله الناس اللي عندها فلوس راهي ما تحكيش هكا والناس اللي لبس عليها بالحق الناس. وعندها برشا امكانيات عمره ما يتكلم اللغه هذه، على خاطر يتكلم اللغه هذه يا فلوس سهله يا فلوس من عاش كيف تصورها ولا كيفاش ورثها، خاطر ما ينجمش يكون تعب عليها. اللي تعب وقام من الصباح ويعرف شنو معناتها قيمه الدينار والمليم عمره ما ينجم يتكلم ويخاطب الشعب باللغه هذه. سامحني في العباره مع خويا ناصر، الانسان هذا جيعان وما كونش الفلوس بالسهل، وادعو القباضه باش تهبط عليه حتى اللي يكون الفلوس بالسعيد. كي تلقى يحب يفيس يا رفيق قدام طفله ولا حاجه، يا الكوشه بحذانا هي في اللاك هذا داير ندعي المواطنين باش يقطعوها. شنو هذا كبطت مره فيها ب 40,000 يا رفيق، زوز خبزات وقطو ورحمه بابا يا الراب. والله صارت لي حتى انا بالغسره في الكاسه وعرفت وجهك يعرفوه باش تجي توخر. ما نعرفش انا مديت الكسيبه 10 طلعت الخبزه ب 7,000 مانيش مصدق. هزيتها وناكل ونبكي في الكرهه حتى تنتهي التجربه المريره. كما قلت تحشم، انا عرفها تحشم ما تنجمش ترجع بالتوالي. معناها تونس كل واحد مشكلته، هذا مشكلته بالفواكه، خبز بالفواكه 7,900 ل 12 دينار هي انا تسير لي. انا نمشي بناخذ كعبتين بريوش نهار لحد باش نشيخ بيهم انا والحاجه، تلقاني في الصف انا كنت الاول ما نعرفش شكون قال تو الكلمه دي. نبدا نوخر نبدا علاش حاشم على خاطر الرافيون كيفاش يستبنداو على بعضهم، يجيوك الشواف هذيك باش يظهر قداش الخبز هذيك تقول لي ب 7,000 يتلفت الاخر يقول والله بلاش فلوس. شنو هي بلاش فلوس وانا جيت ناخذ بريوشه بدينار؟ نبدا نوخر حتى نوصل للباب ونفلت على روحي. هذا عندنا بعض من التوانسه مش في كرتاج هكا في المرسى نمشي للمرسى. لا حبيت نقول لك فاهم السيف هل راهت نقولوا راهت مشكل مخايب عربي من الناس هذوما يحبوا يفشلوا على رواحهم. مراد عندك منهم في اصحابك ولا لا؟ عندي اما هو راهو سلادي الستاتيو نتاعو هو يستنكر بالحق من زياده الاسعار بصفه كبيره. معنى الاستنكار نتاعو يقول وانه الماركه هذيك قاعده تعمل في مارج كبيره ياسر. بالضبط واحد يحب ستاتيو يقول مش عادي يصوم اللونغوست اليوم. لا لا متفقين. انا بيدي البارح نفس الملاحظه في مجموعه معينه، قال لك فما بلاتفورم دو رونكونتر تقصت هالايامات في فيسبوك وهذا يطرح اشكال كبير والبلاد بحذاهم قاعده شاعله وهما فريمون كيفاش وما عملت حتى انفراكسيون وشبيها فيسبوك هكا. دونك كل واحد يعني هو صاحبك فيهم البروفيل مش صاحبي هذا باين ما فما منه في عالمك. قلت لي فما منه في انتوراجك. شوف لازمك تكون مطلع على الناس الكل باش كي تجي للرافماك تكون عندك صوره شامله. عندي زاد اصحابي عندهم قاوي في مقاهي شعبيه يحكيوا لي على الهموم نتاعهم وعلى خدمتهم ومشكلة الشيش. انا نستمع للشعب الكل والله معناها عنده من كل كاتيجوري شوي. جد عليك عنده قهوه شعبيه مراد عليه والله عليه. الاخبار الطرقات مع صديقتنا ألفا فوترافيك يلا. Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motor karaptik akther nage et enfaïlé. Shell V-Power Super Sans Plomb et Gasoil Sans Soufre, élu produit de l'année 2020.
صباح الخير ومرحبا بكم. الحركة تزيد تتعطل على دخل تونس الجنوبية، ويبدأ ضغط من نيفو سبيطار الحروق البالغة حتى للكبارية. كيف كيف الضغط يزيد على رونبوان بير القصعة، خاصة للي جايين على سي 36 من المارشي دو غرو، وعلى جي بي 7 التعطيل يبدأ من نيفو لينابس في اتجاه باردو. على الغوتيك سيركولاسيون تبدأ من نيفو رونبوان خزندار، وبعدو نيفو ستاد هيدي النايفر ونيفو الكامبوس في اتجاه المطار. كيف كيف تعطيل نيفو رونبوان باب سعدون للي جايين من شارع مفتاح عبد الله ومن البي 5 من بوشوشه، وعلى شارع 9 افريل نيفو لوبيتال دونفون. وكيف كيف الضغط على شارع ولاد حفوز من رونبوان في اتجاه باب العسل. على جي بي 8 حركه رزينه من نيفو رياض الاندلس حتى رونبوان ارينا في اتجاه الشرقيه. تعطيل زايده نيفو رونبوان خزندار على الغوتيكس من جهتين، وللي جايين من دندان على الغوت ناسيونال 1 نيفو راد فوري في اتجاه جبل الجلود، وعلى شارع فرحه حشيد مكرين في اتجاه قنطره سيدي رزيق. كيف كيف الضغط على الغوت 33 وشارع محمد علي في اتجاه قنطره رادس. على جي بي 10 تعطيل من سكرة نيفو برج لوزير في اتجاه رونبوان أريانا، وضغط زيدا قبل الفاك دو سيونس بالنسبة للناس اللي داخلين بنزرت. نوصيكم زيدا باش تردوا بالكم، فما برشا ضباب في الطريق بين تونس وماتر، دونك نقصوا الفيتيس وكان هكا تساعدوا رواحكم وتشعلوا لونتي برويار. سينو بالنسبة للسيركولاسيون الحركة خفيفة وعادية في باقي الجهات والولايات. نشكروا كل اللي تفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فوتخافيك. كان فما اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسوا روحكم طريق سليمان. الناس الكل شيل في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شيل في باور سوبر سان بلون اي غازوال سان سوفر اي لو برودوي دو لاني 2020. نقعدوا مع شيلفي باور، نلعبوا توت سويت على كارت قيمتها 200 دينار من اهداء شيلفي باور. كويس كوندكتور باي شيلفي باور. تكلمنا على 31 380 الف من نابل، صديقنا زياد بن حموده. زياد صباح النور. جهاد بن حموده، كيف الحال يا جهاد؟ الحمد لله والله لاباس. الحمد لله الصحة بخير، العائلة لاباس، نابل لاباس. الحمد لله والله لاباس، توا لحد الآن لاباس، ما سمعناش برشا مطر لا محالة في نابل، ما الحمد لله. إن شاء الله ربي يرزقنا بالمطر وبالغيث النافع. إيش تعمل في الدنيا زياد؟ بون نخدم في أسيرونس، نخدم في تونس ديجا، نعمل نظافة نابل تونس كل يوم، وبالطبيعة كل يوم نمشي معاكم ونروح الخير روعة زادة مع اللي فيها ونمشي معاكم. هيا باهي باهي صديقي، فرحنا برشا كلامك. متعب النافيت كل يوم، قداش عندك نافي؟ قداش من عام؟ توا عندي بالضبط 7 سنين. مش برشا 7 سنين يوميا. كلوت في الكار ومن بعد نمشي ونجي مع شكون، توا بكرهتي عندي عمل. كمان متعبه نتصور، حتى خارجه من تونس بشكل طولوتك السيركيلاسيون. حق نمشي ونجي نحس روحي مرتاح اكثر من اللي كان نكري في تونس. واضح، دونك بالنسبه ليك مرتاح، عامل جو يا سيدي، ان شاء الله طريق السلامه وان شاء الله ديما عامل جو. زيد نلعبوا على كارت قيمتها 200 دينار من اهداء شيل في باور. موقعد اسم قايد قدامه زياد، دونك سامحوني جهاد، اعتذر. جهاد جوجو جوجو. يلا جهاد، شو اسم الكاربيرون اللي تستعمله فراري، وما ادراك ما الفراري، وهو موجود في تونس؟ شيل في باور. شيل في باور، هذا اشترى ثنية، مبروك عليك ال 100 دينار. برافو. هيا جهاد، السؤال الثاني. بالنسبة لرخصة السياقة من صنف ب، احنا صنف ب عباد العادية، معنا كرهبنا صغار، شنية السرعة القصوى المسموح بها خارج مواطن العمران؟ اسألنا عدود الطرود عاد. شنية السرعة القصوى المسموح بها خارج مواطن العمران؟ في الطرود ما تسمع كلام حتى حد تكلم، اسمع السؤال انتي اللي يقول لك لا في الطرود لا تبحث الطرود. ها باش عاود لك السؤال كيما مكتوب. بالنسبة لرخصة السياقة من صنف ب، شنو هي السرعة القصوى المسموح بها خارج مواطن العمران؟ 90. مراد شو تقول أنت؟ 90. سندريلا بلي 120، معناتها 90. أنت كرهتك 50 بتبعتها لي 40. جهاد ظهر فيه ذكية، أعطيني الإجابة. 90 اللي قالوا لك، خاطر فما مزادة حاجة أخرى. ناصر 120.
فما حتى بقي 120 120 ما يعمل لك انا ولد تروت ولد تروت باش يتكلم او بيه ما حتلكش 180 هو باب كرهب سيلوتسي اذا متعدي وكرهب ياكلوها عاد سونيا خذاها وين ريتها بلاكه 120 امان فليك كي بدا مروح اكبر بلاكه 90 فيها زيد 85 85 صديقنا قال 90 مراد قال 90 عندنا 85 عندنا ناصر 120 في بلاد اخرى بالنسبه لرخصه السياقه من صنف ب السرعه القصوى المسموح بها خارج مواطن العمران والله انا بدي قاعد نعمل في ريفيزيون معناها لحكايه الكود خد خارج مواطن العمران شو معناها معناها في الطرق يعني تخرج من وسط البلاد من وين فما عبيد سكان جار دونك الطرق مثلا مش بشرط لا الطرق في بارتي من اي اثنين ما فيهاش سكان سامحوا ربي ندير السلطات فوق كل بيرمي رفيق بوشنيق برا تعلم في عقلك وارجع من سيف الكيس تعرفش هكا باش تقتلنا تضحك يا زياده لحظه لحظه زياده تضحك زياده قولي تضحك مت بالضحك قولي ما تخافش باش نحيلوا الجائزه بالنسبه لرخصه السياقه من سنه باي السرعه القصوى المسموح بها خارج مواطن العمران في الساعه هي 90 كيلومتر مبروك عليك مبروك عليك زياد كارت كاربيرو قيمتها 200 دينار تهديها لك شيل في باور كان عندك على شكون تحب تسلم يلا نسلم على نبدا بالطبيعه بامي وبابا واخواتي الثلاثه ونسلم عليكم انتم برشا وكل يوم نسمع فيكم نسلم مع زيد برشا 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 على اميمه ونعم عليك تتفكرني اهلا وسهلا وكاول سلام عليكم الناس الكل واللي يعرف جهيد جهيد شحوالك جهيد حس روحي منشط في وضع القنطره هو يسال فيها وهي تجاوب فيه ليه لحظه فسروا لي ساعدين تعرفوا بعضكم وشنو كلمة السر باش عقلته؟ والله عرفنا بعضنا مريم الله يرحمها جيد خلينا نحكي له نحكي له عرفنا بعضنا من مريم الله يرحمها اللي كانت مريضة بسرطان وتوفيت دونك كنا اون كونتاكت مع بعضنا ربي يرحمها جيت فرصة باش نترحموا عليها ان شاء الله ربي يرحمها ان شاء الله ربي يرحمها جيد ربي يرحم جميع المؤمنين نسلموا عليك صديقي مبروك عليك كارتة قيمتها 200 دينار من هذا شيلفي باور تحية ليك وتحية لكل النوابلية اللي في الاستماع كويس كوندكتور باي شيلفي باور نعود بعد الفاصل نكملوا ساعتنا الاولى بخبير باهي بخبير زين ما مصرف زيتونه ما تبعدوا الشوط يس لقيتها كريستالين تهدي لكم في جميع نقاط البيع وفي كل ستيكة إتر ونص الدبوزة سيت سابليش كريستالين أحسن ما تختار هذا العرض صالح في حدود الكميات المتوفرة في مونوبري أحسن خبر 2500 برومو كل شهر حتى 29 نوفمبر لسيف ليكيد ماشين بيولانج نوات كوكو 3 فترات ومعهم الثاني بلاش يوليو ب 18 دينار و900 زوز في عوض 37 دينار و800 مونوبري ديما معك تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت وفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبورت ديما ربح في جيان بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم واليوم في جيان سوم الزيت زيتونة الجزيرة سبيسيال كويسون 4 ترات 75 يولي ب 20 دينار و 500 أكاهو وهكا لا توفروا لدينا لفي أما 6 دينارات و 470 كاملين جيان يدفع القدرة الشرائية جيان أيام دللنا فما اللي يحبها بزيت خل وفما اللي يعشقها بزيت زيتونة وفما اللي يحبها محارحرة بالموتارد واللي يموت ويفنى على البلساميك وفما المخميخ اللي يحبها بزيت رانش واللي يحبها خفيفة هيلثي وناتور بونا عرفت اللي بنت السلطة وسرها في الصوص وتفويحتها بونا على كل صوص يا سلطة نعرفوا غرامك بمشروعك والأفكار اللي عندك الكل باش تطوروا نعرفوا الوقت الكل اللي تعدي تحسن في منتوجك وتلوج على الفرص هاوك عليه في سويفر نخضع عليك مشاكل الفاتورات باش تركز في اللي أهم سويفر أول لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني مطابقة للكونتابيليتي تونيزيان حضر فاتوراتك وتبع حسابك من أي بلاصة بعصوم اون توت سيكوريتي والأكثر معلومات كلمونا على 36-018-1000 Suiveur, votre spécialiste de la facturation en ligne. Maintenant chez H&M, obtenez jusqu'à 50% de réduction sur une sélection d'articles lors de notre événement Black Friday. Trouvez tous vos favoris de mode pour femmes, hommes, ados et enfants.
Faites votre shopping chez H&M maintenant au centre commercial Tunis City et Azir City. Dépêchez-vous, l'offre se termine bientôt. Black Friday, c'est 7 jours chez Fatal. Du 23 au 29 novembre, profitez de 20% de remise sur tous les produits en magasin et sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. انتم تسمعوا في راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس على EFM أحلى راديو على راف ماغ السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. قبل ما نمشيوا للأخبار نكملوا مع الكونسي, ولكن نكملوا بأخبار اختارت مصر في الزيتونة تكون حاضرة به معنا يوميا تقريبا باش نخرجوا من موجة الأخبار للأسف ما تعجبش برشا. يوميا مصر في الزيتونة يسمعكم ويسمعنا خبير يعمل الكيف يخلينا نجم ونحلم ويخلينا نجم ونقولوا إن شاء الله غدوة خير. تتسويت خبير زين مع مصر في الزيتونة ونرجع لكم للبدو. في كل شبر من الكرة الأرضية فما ناس متفائلين ويخدموا بضمير حالين يديهم للدنيا ويزرعوا في الخير. غايتهم مش كان الأرباح المادية, أما يحبوا يقدموا خدمات تنفع الإنسانية. وصحيح تونس بلادنا صغيرة, أما فيها برشا ناس عندهم قيم وعليهم القيمة. ما خيرش من أنك تبدأ نهارك بخبير زين, يعطيك طاقة إيجابية ويحلك بيبان الأمل في كل ثنية. أبدأ صباحك بخبير زين. استهلاك المنتوجات البيولوجية قاعد يطلع بصفة كبيرة في العالم, وطوميو بالنسبة لتونس اللي ولات واحدة من أكبر البلدان اللي تصدر المنتوجات هذه. ولهنا نحكيه على تونس اللي ولات أكبر مصدر للمنتوجات البيولوجية في أفريقيا وتحتل المرتبة 23 عالميا. ومش كان هكا, تونس عندها لولابيل بلد مصدر للمنتوجات البيولوجية الحاجة اللي ما عند كان 11 دولة في العالم الكل. وباش تزيد العباد تفهم أكثر دو كويس سجيل مارشي هذه, توصل رقم المعاملات فيه الأكثر من 40.7 مليار يورو عام 2018 اللي يجيب فلوسنا أكثر من 120 مليار دينار, أي تقريبا 3 أضعاف ميزانية تونس الكل. إنك تكون متصدر في مرشي كما هكا في برشا فلوس كما فسرنا لكم ما جاش بالسهل. خدمة كبيرة برشا خليتنا نضاعفوا المساحات المخصصة للمنتوجات هذيا ب 20 مرة في العشرين سنة الأخرانيين. ومش كان هكا, عدد المتداخلين في القطاع نحكيوا على المنتجين المحاولين والمصدرين ارتفع من 294 عام 2000 لأكثر من 7000 عام 2019. والحاجة هذه اللي خليت حجم التصدير يوصل حتى لأكثر من 677 مليون دينار عام 2019. نعطيكم مثال باش تزيدوا تفهموا اكثر المرشي هذا وتعرفوا قيمته في العالم الكل. وين تقريبا في فرنسا 9 فرنسيس على 10 اكدوا عام ناول اللي هما استهلكوا المنتوجات هذيا, و3 ارباع العباد هذوما يستهلكوا بانتظام المنتوجات البيولوجيه. دونك مرشي كبير برشا كيما هكا تكون فيه تونس لولا افريقيا و23 عالميا وتدخل منه تقريبا 677 مليون دينار, حاجه مش سهله وحاجه عظيمه برشا للاقتصاد نتاعنا. كنتوا تسمعوا في خبير زين مع مصرف الزيتونة. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. تحية لمصرف الزيتونة على خبير الزين هذي, وتحية لصديقنا رامي اللي يثمن الفقرة هذي. يوميا نحكيه على المنتوجات البيولوجية, نحكيه على تونس المصدر رقم واحد في إفريقيا, تونس تحت المرتبة 23 في العالم. فما حاجة تفرح في وسط الصور السوداء اللي عايشينها الكل سونيا دهمين, وحاجة ما نعرفوهمش, ما عندناش عليهم فكرة احنا, معنا ما نعرفوش انه تونس مثلا مرتبتها الاولى في الافريق في علاقة بالمنتوجات البيولوجية, المركز 23 في العالم. ما نعرفوهمش, ما عادش مشكل فينا اللي عندنا لابال, وعندنا لابال عندنا لابال فيما يتعلق بالمنتوجات البيولوجية. حديش بلد فقط في العالم, العالم عنده لابال, هو العالم متوجه نحو المنتوجات البيولوجية على خاطر تبين إلي المعاناة والأمراض وشيء اللي قاعد يصير لنا, قاعد يصير لنا من مبيدات الحشرات. دونك العالم الكله قاعد يتوجه شوية بشوية نحو استهلاك المنتوجات البيولوجية. وإذا كان تونس اختارت الاثنية ذي, وش خاص كان وليه ما ناكله كان منتوجات بيولوجية على خاطر ما تعرفك المبيدات هذوكم عافينا وعافيكم الله السرطان والأمراض الكلها جاية اليوم, ثبت أني جاية من المبيدات. دونك أخبار تفرح, أخبار تفرح. أنا نبدأ في السياق العالمي
أن نتوجه بشوية بشوية نحو أن نتولي عندنا كان منتوجات بيولوجية. أنا ما نكونوش خارج التاريخ، خارج ما نكونوش خارج التاريخ، خارج السرب. نحكيو اليوم مثلا في فرنسا كما قال رامي 9 على 10 أكدوا عمناونا أنهم يستهلكوا في المنتوجات البيولوجية، وثلاثة أرباعهم مستهلكين منتظمين. وعلى فرنسا قس في الاتحاد الأوروبي باش تلقى تقريبا نفس الأرقام نفس النسب. وربما زاد وقت اللي خطر تويكا في فرنسا مثلا يخلصوا المواد البيولوجية غالية برشا، غالية برشا خطر يزمها لهوة أكثر من المنتوجات الأخرى. ربما احنا في تونس نوصل خاطر احنا راهو حاجه عاديه عندنا انك تزرع طماطم وتزرع فلفل وما تحطش دونك ربما تكون ارخص وتكون في متناول المستهلك. يلا تحيه لمصرف الزيتونه، كان هذا خبير زين الفقره اليوميه تقريبا اللي تسمع فيها اخبار يخرجنا من الموجه نتاع التشاؤم اللي معيشتها لنا الاخبار اللي تفرض روح علينا في الساحه. شكرا مصرف الزيتونه، نعود بعد أخبار في ساعتنا الثانية حتى للتسعة ونص مكملين، ما تبعدوا الشام. إيفام ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على إيفام أحلى غاديو. اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، نبدأ الصبحية بشوية ضباب في المنخفضات وبحض السدود والغابات، وبعده تبقى الأجواء مغيمة في أكثر الجهات وتبقى زيدة شوية أمطار خفيفة في الجنوب الشرقي. الريح معتدلة سرعتها ما تفوتش 30 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون متموج. اليوم الحرارة في ارتفاع خفيف، أعلاها باش يكون بين 16 و 21 درجة، وتبقى في حدود 14 درجة في المرتفعات. نعملوا تحويسة صغيرة مع بعضنا نشوفوا الأجواء. نمشي ونعملوا طالع على تونس وين تسمعونا على 100.6، نقاو سمام غايمة نسمة خفيفة ما تفوتش 10 كيلومتر في الساعة، والحرارة في حدود 20 درجة وما فماش أمطار. من تونس نطلوا على قبلي وين نقاو سمام صافية وسط النهار، النسمة خفيفة سرعتها ما تفوتش 11 كيلومتر في الساعة، والحرارة في حدود 19 درجة. موعدنا الجاي في فلاش ميتيو بعد ساعة، وانتم خليكم معنا بعد شوية مكملين مع رفيق بوشنيق وتوت ليكيب في الرفماج. أما توت سويت وقايت الأخبار يا فهم 8.3 دقائق في تونس، 8.3 دقائق في بودابست. أخبار الأربعاء 25 نوفمبر مع سلمى هلال. مرحبا. مرحبا. يتواصل اعتصام الصخيرة للمطالبة بتحويل الجهة المنطقة الصناعية، واليوم جلسة تفاوض مع المحتجين، وأكثر تفاصيل قدمها لنا محمد بن كيلاني ديمي ناشط في المجتمع المدني. تو ما توصلناش الحلول، لكن اليوم زي دنيس الوسلاتي والي سفاقس زي الصخيرة المعتمدية نتاع الصخيرة باش تفاوض مع المحتجين، ويحكوا أن الاتحاد الجهوي قال في 48 ساعة باش نتوصلوا الحلول، ولكن هذا الكل وما زال حبر على ورق. المطالب واضحة، هي الصخيرة أختي فيها 9 شركات بتروكيميائية بنسبة البيطانة 40%، فيها حتى شيء لا سبيطار لا بوسطة كبيرة لا CNSS لا CNRPS لا مركز حماية مدنية. أكثر ناس حاشاك مرضى بالقصور الكلوي في الصخيرة، يمشيوا لصفاقس والمحرس والجابس مشي يصفوا نهار بعد نهار. عندنا برشا مشاريع معقدة. اتحاد الشغل فنفيذة بتنسيق مع المجتمع المدني قرر رفع قضية ضد كل من يتحمل مسؤولية وفاة مريم المهذبي بعد سقوطها في بلوعة، مع الإعلان على إضراب مازال متحددش موعده، وأكثر تفاصيل قدمها لنا الكاتب العام المساعد لاتحاد الشغل حمدي بن مسعود. قالوا هذه تنظيم مسيرة حتى نص، وإن شاء الله في الفوق صرف وقضية ضد كل من يتحمل المسؤولية ويسجل الصلاة ويتحمل مسؤولية وفاة مريم الذهبي، وشنو عملوا الدخول في إضراب عام محلي ذلك بعد التنسيق مع الهيئة القضية تنسيق إضراب محلي. كان السلطة ما تستجيبش المطالب نتاعنا فيما يخص المشاكل والمقاعد الموجودة في المنطقة، وضد الميزة تاع المية مريم والبنية التحتية اللي موجودة في المنطقة الصناعية وتنفيذها ككل. رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقول في حوار مع قناة الجزيرة أنه ما يتم الترويج لها على خلافات بينه وبين قيس سعيد هي مجرد شائعات، وسعيد هو رمز وحدة الدولة. هذا دعايات، يعني الرئيس سعيد هو رمز وحدة الدولة وانتخب بنسبة عالية ولا يزال يتمتع بثقة كبيرة، ونحن حريصون على أن يظل رمز الدولة رمزا لوحدتها ورمزا لإرادتها وللفعل في المجتمع. بقية أخبارنا في عناوين: إضراب عام اليوم في باجة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، عودة الهدوء لمدينة جلمة في سيدي بوزيد بعد الاحتجاجات والمواجهات اللي صارت البارح مع الأمن، ما
مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة على رئيس الأولى لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتعهيد النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس للنظر في فحوى التسريبات بينه وبين بشير العكرمي. الأبحاث الأولية بينت أن الشخص اللي تم القبض عليه البارح في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بشبهة الاعتداء العملية إرهابية هو شخص مضطرب نفسياً. وزارة الصحة تعلن على تسجيل 1457 حالة شفاء من فيروس كورونا. موعدنا يتجدد 8:30 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على الـ FM TV على اليوتيوب. مرسي سلمى، ترجع لنا بآخر الأخبار 8:30 في EFM Express، وانتم خليكم معنا تسمعوا طارق مراد في تيك تيبس وبعده مكملين في الرف ماج. تيك تيبس كل نهار قسموا في الاي تيك مع طارق مراد. في تيك تيبس نحكي لكم كل يوم كيفاه التكنولوجيا تسهل لنا عيشتنا. محلي يهبل بابا، خذ لي هذا مان، هكا الكلب نحبه. عسلامة، ايش اسمه هذا؟ كانيش. ظهر لي مكربع شوية على الكانيش، مش هذا اللي يقولوا له بيشون مالتي؟ ليه خشعره أطول وفمه مجبد أكثر. فهمتك، هاو رجل آخر قالك اسمه شو شو هذا. ولد عمه هيكا. أوكي، هذه ديما تصير لنا، نراو حاجة ما نعرفوش اسمها ويبدو يهيبوا علينا سيد العريفين. في النوارة هذه أقحوانا والماركة هذه أمريكا، من أحسن ما فما إش عندك باش تعمل؟ يا تعرف يا تسكت. ولا عندك حل آخر، تستعمل الغياليتي أوغمونتي وجوجل لانس. جوجل لانس أبليكاسيون تنجم تهبطها على أندرويد ولا الايفون. في الايفون انفيت تهبط الأبليكاسيون جوجل وتلقى في الشان دو ريشيرش الميكرو للريشيرش فوكال ومربع الوين يحل لك الكاميرا متاع جوجل لانس. خذ تصويرة للحاجة اللي تحب عليها معلومات وفي ثواني يخرجوا لك تصاور من الويب للبرودوي بتاعك بالاسم والديتاي الكل وحتى دي زوفر كان حاجة تشتري. جوجل لانس عنده برشا استعمالات أخرين، يعقل البني والمونيومون ويعطيك عليهم معلومات وانت تحوس، وحاجة طيارة برشا كانك مسافر تاخذ تصويرة المنيو بالشينوا ولا الإسبانيول يخرج لك الترجمة مكتوبة فوقه باش تعرف شنو تختار. جوجل لانس باش تلقى معلومات على داير بيك بتصور ينجح. تك تيبس EFM اليوم الأربعاء 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي